في الأثناء شيع مواطنون من مدينة الحمدانية شمالي العراق ثلاثة من ضحايا حريق صالة الأفراح، في حين ارتفع العدد الكلي لقتلى الحريق إلى 107. بدورها أعلنت الأبرشية البطريركية الحداد في المدينة 40 يوما تمنع خلالها مظاهر الفرح والحفلات الكنسية والمناسبات العائلية. المزيد معنا من الحمدانية مراسلنا غسان خضر. غسان، على ما يبدو هناك رفض وعدم رضا من إعلان نتائج التحقيق، كيف تتفاعل ردود الفعل حتى الآن؟ بالفعل سرمد، هذا ما قاله رئيس سقيفة أبرشية الموصل قبل قليل في مؤتمر صحفي، قال بأن نتائج التحقيق هي مخجلة، استخدم هذا التعبير وقال بأنهم غير راضون إطلاقا على هذه النتائج، وأيضا طالب بإعادة التحقيق بإشراف خبراء دوليين. يبدو هناك عدم ثقة بنتائج هذا التحقيق سرمد، وهناك مطالبات بإعادة التحقيق. وأيضا بالأمس رئيس سقيفة أبرشية الموصل أيضا قال بأن سكان الحمدانية وأيضا جميع العراقيين سوف يعلنون اعتصاما مفتوحا إذا ما كانت النتائج غير مرضية، والنتائج اليوم ظهرت غير مرضية. أيضا استمعنا إلى آراء بعض المواطنين، كان هناك ارتفاع لأصواتهم وقالوا بأن النتائج هي غير مرضية لأنها فقط قامت بتحميل أصحاب الصالة ما حصل دون، ويعني تقريبا أعفت الجهات الحكومية من مسؤوليتها تجاه ما حصل. نتائج التحقيق كما وصفها رئيس أبرشية أساقفة الموصل قال بأنها مخجلة، وأيضا أبدى عدم ثقة بتقرير وزارة الداخلية العراقية حين قال نطالب بإشراك خبراء دوليين في إعادة التحقيق. أيضا على ما يبدو أن هذه النتائج كانت متوقعة، لأن بالأمس أعلن عن فيما لو كانت النتائج غير مرضية سوف يتم إعلان اعتصام مفتوح لسكان الحمدانية وأيضا من يرغب بالمشاركة معهم. يتزامن ذلك أيضا سرمد مع استمرار دفن الضحايا. اليوم يعني شاهدنا في مقبرة الحمدانية دفن ثلاث ضحايا من الذين توفوا مؤخرا، والأصوات بدأت ترتفع أكثر، على ما يبدو أن السكان يعني بدأوا يخلقون من هول الصدمة، وتقريبا كل الأصوات أو كل ذوي الضحايا وحتى يعني الأشخاص أقربائهم كانوا يقولون بأن ما حصل لم يكن مبررا، لأن القاعة كانت أو الصالة كانت تعاني من الكثير من النقصات، منها عدم وجود منافذ وأيضا وصول سيارات الإطفاء متأخرة. عمليا بصورة عامة هناك حالة من عدم الرضا. هذا واضح جدا من الحمدانية مراسلنا غسان خضر، شكرا.